دلوقتي هنعمل مع بعض الفتوش السوري اللذيذ جدا جدا جدا، وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. طيب علشان نعمله عايزين خس، ويكون خس بلدي. عايزين طماطم، بقدونس، فجل، عايزين خيار، فلفل اخضر، بصل احمر، بقدونس، نعناع اخضر، عايزين بقلة اللي هي ممكن يمكن بيتقال لها رجلة، بقلة رجلة اللي هي هوريها لكم دي اللي هي دي. عايزين الصلصة بتاعتنا عبارة عن ربع كوباية زيت زيتون، معلقة كبيرة خل، 3 معالق كبيرة دبس الرمان، معلقة كبيرة نعناع ناشف، معلقة كبيرة سماء، ملح، و3 معالق كبيرة من الليمون. دي الطريقة اللي بيتعمل بيها وطبعا عايزين عيش مقلي. عايزين عيش مقلي. طيب بصوا احنا علشان ايه نكسب وقت يعني قطعنا شوية خضار، بس مثلا في حاجات لازم نقول لكم عليها. مثلا الخس يعني لازم يكون بلدي، ما يبقاش الخس الكابوتشا مثلا، فاللي هو يعني البلدي هو بيتعمل بالبلدي. مثلا دي من الحاجات اللي لازم نعملها. البقلة بصراحة مهمة في الوصفة، بس لو مش موجودة يعني لو ما لقيتوهاش، لانها ممكن تكون مش موجودة طول الوقت، تقدروا تستغنوا عنها، بس هي بتتحط يعني هي مهم انها تتحط. خلينا بقى ناخد الخضار بتاعنا اللي احنا مجهزينه. عندنا هنا الخس، وعندنا كمان شوية خس، عندنا الطماطم متقطعة. كمان الفتوش مش يعني ما بتتقطعش الحاجة فيه صغيرة قوي قوي قوي، لا بتتقطع متوسطة، متوسطة الحجم. الخيار، البقدونس كده كفاية، الفجل. الفجل عندنا يعني لو صغير زي ده كده بنقطعه شرايح كده وبنحطه في النص، يعني الصغننين كده شايفين، شرايح كده هو بيتعمل كده شرايح. وهخلي شوية للوش كمان كده. عندنا كمان ايه البصل، كده المكونات بتاعت الفتوش جاهز. طيب عندنا ايه هنا؟ عندنا العيش، ناقص البقلة بس. عندنا العيش، العيش يا بتقلوه يا انا عملت ايه، قلبته كده في شوية زيت زيتون ورشيت عليه شوية سماء ودخلته الفرن. تمام، عيش شامي عادي مخلوط بشوية زيت زيتون، قلبته بشوية زيت زيتون، رشيت عليه سماء ودخلته الفرن لغاية ما اتحمص. دي يا جماعة البقلة اهي. دي البقلة يا حبايبي اهي شايفين. يا ام شريف اهلا وسهلا بيكي. تتقطف كده وتتحط هي كمان، برضو من الحاجات الاساسية في الفتوش السوري. التتبيلة بتاعتنا عايزين الآتي. هناخد دبس الرمان، ليمون، سماء، نعناع، وزيت زيتون، وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه. وكده بقت جاهزة عندنا الفتوش اللذيذ جدا 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 على الطريقة المظبوطة. دي كل المكونات اللي مفروض تتحط في الفتوش. تمام، خلاص عملتوه كده بقى مظبوط 100%. عملتوه بطريقة أقل يعني عندكم الطريقة الأصلية. يا مدام نادية أهلا وسهلا بيكي.